ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمارين المناولات يسموه باسنج روتين، روتين مناولات، يصير زوجي ويصير ثلاثي ويصير رباعي ويصير خماسي ويصير سداسي، تقريبا هذا الحد الأقصى. فضع لك موضوع يتعلق بالزوجي يسموه، يعني كل لاعبين يعملون مناولات وتلف الكرة من اليمين اليسار من اليسار اليمين. من تقرأ كلمة في أدبيات كرة القدم حول العالم بالإنجليزي، باسنج روتين معناه روتين المناولات. روتين شنو؟ يعني بي تكرار وشيء متعود عليه. فأنا اليوم يعني عندي 8 لاعبين هنا، مدرب اللياقة عندي 8 لاعبين، نفس المسافات، تريد 15، تريد 20 ياردة بين اللاعبين، تريد تضيف للياقة بدنية، تريد تجيبه بعد الإحماء، تريد تسوي منتصف الوحدة التدريبية، تريد تضيف تعدل، كله هو يرجع إليك كمدرب في ذهنك أنت الهدف من الفعالية. تمرين جدا بسيط وما يحتاج إلى الشرح، سوى أنه أكو مناولة أشبه بالمناولة الجدارية، هي جدارية لأنه هو باص ويبدل مراكز، انتهى الموضوع الكل. هذا يسري على الفعالية بالكامل. وتحسب لكل زوج كم مناولة سوى، يعني هاي وحدة بعدين من ذاك يعمل يصير 2، هاي وحدة، وتعطي لكل لاعب 10 مناولات، فيصير 20 حركة بيها ركض مسافة تبادل مراكز حسب مسافة العلامات 15-20. إذا أردت تضيف بالفعالية جزء من البدني تسوي تبادل المراكز بسرعة بركض سريع يكون ممتاز. إذا أردت تخليه بس تكنيكال سايد، جانب فني، مناولة جدارية وتبديل مركز، يكون أنت عملت ما يلي، عملت على فقط تبادل المراكز يصير بالهرولة، لأن عندك وقت طويل حتى ترجع لك الكرة. فهاي التمارين تدخل ضمن نطاق ريدك السجلة عندك الروتين التدريبي. الروتين مثل واحد يقول شنو يومك، يقول والله روتين، أقعد الصبح أتريك أروح للمدرسة أروح للجامعة ثم أرجع أتغدى وأنام والعصر أطلع وبالليل، يعني روتين تكرار ما يتغير. وهاي التمارين الأداء الفني الروتين التدريبي مناسب لها. لماذا؟ لأن بيها تكرار، لأن بيها تكرار وتجذيب وتهذيب الأداء الفني. فدائما تستخدم مصطلح يسموه روتين اللعب، روتين يعني شيء متشابه متكرر تكرره. فقلت لك هو يعني المهم أن تعرف هو على أنواع، على عدد اللاعبين. فإذا رحنا هسه بعد هاي الفعالية وضعنا فعالية نفسها على شكل مثلثات ونشوف شلون يصير بالمثلث، شلون يصير تبادل المراكز، نفس الحالة هاي، نفس الحالة راح نضع التمرين ونضع الرباعي نضع الخماسي نضع السداسي، وتشوف انه هاي الاشكال الهندسية بالروتين مال المناولات. يعني اسميها اني من كلاسيك تريننج، الكلاسيك يعني من القديم، وهن طبعا لا زالت فيها الحياة ولا زالت تستخدم في كل العالم. الان ايش المدرب يعمل؟ يعمل انه من يصير تبادل مراكز، من يصير تبادل مراكز بين اللاعبين اللي لعبوا المناولة الجدارية، يغير من تبادل المراكز، وهذا لازم نشوفه راح نضعه في فعالية. فالاخ اللي سألني انا وضعت على الروتين التدريبي او روتين المناولات كثير من التمارين، وسألني قال انا محتاج مجموعة. فانا من يسألني واحد يقول احتاج مجموعة، ما أعمل للمجموعة وأرسلها إليه، لا، أعمل للمجموعة وأضعها للناس، يعني للأخوان المتابعين. مو مثل واحد مطلوب من عنده يعني
واجب بدورة تدريبية. أنا ما يصير أعمل له الواجب لأن أنا راح أضره أضره كثير، إلا أنه أقدم له مساعدة بالكلام، أما أعمله وأرسمه وأصوره وأحركه وقيسه، أنا عندي قياس بسوفتوير للفعالية رغم أنها إلكترونية لكن عندي قياس حتى أقيس به تمارين الناس الأوروبيين. فهذا القياس هل هو جيد غير جيد أو يعني بمشكلة؟ فهذه المسائل اللي أنبه عليها في محاولة مني لتثقيف المدرب العربي ثقافة إضافية عن طريق فهم المصطلح الكروي واستخدام المصطلح الكروي في العملية التدريبية وداخل الدورات التدريبية أو داخل ما يعرف بالدراسات الأكاديمية. أنا موفق المولى، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية، ونحط بالسرعة اللي ريتها المسافات بين العلامات، انتبه لها، انتبه للأعمار، انتبه للقابليات، لا تضع مجاميع عند كل علامة، لا فقط لاعب واحد، فقط لاعب واحد، تمرين بسيط إن شاء الله لك بهاي البساطة في الفعالية تكون جيدة. هاي إذا تدربها يعني ثلاث مراحل، مرحلة أولى بعدين مرحلة ثانية مرحلة ثالثة تكون ممتازة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا ننسى الصلاة والسلام على سيدي رسول الله وآل بيته الكرام وصحبته الغر الميامين. شكرا جزيلا.